دلوقتي انا عندي سؤال، اتفضلي. رمضان ما ينفعش من غير خشاف. شفتي لازم كل بيت يبقى فيه خشاف. طبعا. خشافنا احنا بقى مختلف. ليه؟ لانه بالكركديه. دي اغنيه. مطلع الاغنيه. ايوه صح كده. فالنهارده الخشاف مختلف تماما، ويعني في كل الحاجات بس هيبقى فيه كركديه. انت بقى كملي. عموما احنا متشوقين جدا ان احنا ندوق الخشاف ده. احنا دايما بنحب هنا ان احنا نقدم لكم كل حاجه مختلفه ومميزه عشان تحسوا ان في فرق. فالنهارده اللي هيعمل لنا الفرق هي المنورانا الشيف مي امين. اهلا بيك يا مي، ورمضان كريم، كل سنه وانت طيبه. ميرسي طيب وانتوا طيبين طبعا. مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. احنا مبسوطين بيكي اكتر بجد، والبرنامج بجد بتاعكم الجميل ده ربنا يخليكم جدا جدا. ربنا يا رب من نجاح لنجاح، ورمضان كده يدخل علينا بالفرحه والخير والبركه يا رب. إن شاء الله علينا جميعا. علينا جميعا. مي بقى انا ليه بقى متحمسه للخشاف ده؟ لان انا ما بحبش الخشاف. ليه كده؟ بس بحب الكركديه. هو يبقى حاسه ان ممكن، لان كل الحاجات اللي في الخشاف مفيده جدا، قراصيا والتين والبلح، كل الحاجات اللي في الخشاف غذائيه عاليه جدا. بس لما بستظرف، فممكن هل لما يبقى بالكركديه استظرفه؟ هو الكركديه طبعا حلو جدا، مزازه كده، بيديله لذعه حلوه. وفي نفس الوقت الكركديه طبعا ليه فوائد كتيره قوي، يعني بيحافظ على نسبه الكوليسترول في الدم، وكمان بيحافظ على صحه البشره والجلد. والناس اللي بتعاني طبعا من زياده في الوزن بيقلل كمان الوزن، وبيعمل على تدويب عمليه الدهون، يعني الدهون اللي في الجسم. انا بس عايزه اختم على سالي. ان سالي كل مره بتيجي الاستوديو هنا تشرب كركديه، يعني الناس الطبيعيه كلها بتشرب قهوه، بتشرب شاي، بتشرب ينسون ونعناع. سالي الوحيده اللي بتشرب كركديه. حلوه قوي. في كل انواع، يعني سخن وساقع وكل حاجه. كل حاجه. شوف النهارده ملوش علاقه بالرمضان. هو مشروب حلو جدا يعني، وخصوصا عشان الصحه. فعلا حلو قوي. طب ايه رايك نبتدي النهارده بقى؟ احنا هنعمله النهارده بطريقه مختلفه طبعا. نفس المكونات ونفس المقادير. تعالي نقول كده للساده المشاهدين مكوناتك. المكونات بتاعتنا عباره عن مشمشيه، قراصيا. طبعا اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تحطوها او تقدروا تشيلوها، مش هنقيد باي مقادير. تمام. برضو احنا معانا مشمشيه، قراصيا، زبيب، تين مجفف، معانا جوز الهند. هنحتاج طبعا الكركديه البودر، لو عندك اللي هو الوردات. الكركديه برضو تنفع، ما فيهاش اي مشكله. ومعانا كمان بقى عسل ابيض، وممكن نكتفي بالسكريات اللي بتبقى موجوده في الفاكهه، لان كل الفواكه دي فكره حلوه قوي. بس انا شايفه ليمونه كمان. الليمون ده حلو بقى في ايه؟ ان انا لو بعمله من قبليها بيحافظ على الالوان بتاعه الفاكهه اللي انا حطاها. تمام. يعني الليمون بيعمل عمليه احتفاظ باللون بتاع الفاكهه نفسها. المشمشيه تفضل بلونها، القراصيه تفضل بلونها، عشان حتى لو اتبقى مني اقدر ان انا اشيله في الثلاجه يكون محافظ على لونه بنفس اللون والجوده بتاعته. طيب عايز اسال سؤال، الكركديه في ناس بتحب تغليه وفي ناس تقول لك لا انا بنقعه بس، انهي احسن؟ صح صحيا المفروض ان هو يتنقع ما يتغليش. والخشاف من الاكلات برضه او من المشروبات اللي في رمضان الاحسن ان احنا ننقعها. ليه؟ بنستفيد من يعني نعمله النهارده. نعمله النهارده عشان نفطر بيه بكره. صح كده. ده احسن حاجه، بيبقى قيمه غذائيه عاليه. ثانيا السكريات بتنزل في قلب الميه، فبيبقى المشروب صحي اكتر، وبيحافظ على صحه طبعا الامعاء. والناس اللي بتعاني من الامساك يقدروا ان هم يشربوه طبعا بكل سهوله. كل مكونات الخشاف مليانه الياف طبعا، فدي طبعا بتساعد جدا ان هي تشغل المعده بتاعتنا بشكل منتظم. تمام. احنا هنا معانا طبعا عشان وقتنا، احنا المفروض الميه بتاعتنا بتبقى بارده، ما بتبقاش سخنه. احنا الميه معانا هنا دافيه، بنبتدي ان احنا ندوب الكركديه في قلبيها. طبعا زي ما اتفقنا احنا ما بنغليش الكركديه خالص. بس انت مشروب، احنا عاده المشروب بنشرب كركديه عادي. ما بناكلش بناكل خشاف ما بنشربوش. بس النهارده الخشاف ما احنا هنشربه بقى، لان احنا كمان عاملين الكركديه فيه، فهيبتدي ان احنا بقى ايه ناكل ونشرب كمان، يعني الاثنين مع بعض، اثنين في واحد. بصوا بقى كمان هنا هنحط عسل ابيض. اللي مش حابب عسل ابيض يقدر يشيل ويكتفي طبعا بالسكريات اللي موجوده في الفواكه بتاعتنا. ممكن يحط سكر ابيض. سكر ممكن طبعا، بس العسل طبعا عشان العسل هيبقى مفيد اكتر. الفواكه اللي احنا حاطينها كمان فيها كميه سعرات حراريه عاليه، فالموضوع هيبقى فيه زياده وزن جديد كتير. لا يعني مفيش داعي. احنا كده كده عايزين في رمضان يعني نحاول ان احنا نخس، مش عايزين نتخن يعني. كل رمضان بنقول نفس الجمله وبنطلع منه زايدين. تفتكروا ليه؟ الحلويات الشرقيه بقى والحلويات، وبعدين السحور برضو، ان احنا بنتسحر في وقت متاخر. ده اكيد برضو بيسبب زياده في الوزن. طبعا هنحط بقى جوز الهند، وطبعا جوز الهند دي يعني حاجات حلوه قوي، وبتبقى حاجات يعني من المكسرات او الحاجات اللي بتبقى حلوه في رمضان.
ليه؟ وعايزه اقول لك ما بدخلهاش البيت. انا ما بحبش زيت النمر دي جميله على فكره ومفيده جدا للشعر وللبشره، حلوه قوي. لا احب الزيت جوز الهند، ريحه جوز الهند ولبن جوز الهند، لكن ما اقدرش شكله خالص. ولبن جوز الهند جميل. وممكن بقى نحط كده التين، طبعا التين المجفف ده فوائد، يعني عايزه اقول لكم يعني حتى والتين ده عموما فيه كميه فيتامين سي عاليه جدا، عالي جدا للأكسدة جداً، وحلو جدا لصحه البشره والجلد، يعني حاجه كده عظيمه جدا. طبعا انتوا شايفين لون الكركديه احمر على طول، ده غريب، لون حلو. يعني انا بقى لو عندي ده عشان هو باودر ولا عشان الميه الدافيه؟ عشان الميه الدافيه، يعني بقى سريع الميه الدافيه. تمام. عشان كده. طب هو نعمله كده بميه دافيه ولا نعمله بميه ساقعه وننقعه؟ لو ننقعه من قبليها هنبتدي ان احنا نسيبه ميه ساقعه عادي. اوكي. بس طبعا احنا بقى ايه مستخدمين هنا الباودر ليه؟ عشان انا طبعا بلاش ان انا مش هصفيه. يعني انا كده هستخدم باودر مش هصفيه. لسه هقول لك الباودر خلاص كده اكني عملت شاي هشربه هيبقى تحت. هشربه كده مركز. هيبقى مركز. لكن لو استخدمت الوردات لازم ان انا اصفيه، عشان طبعا مش هينفع اقدمه مع الزبيب طبعا والفواكه اللي احنا حطيناهم. في بعض الناس بتضيف المكسرات على الخشاف. ما احنا يعني عايزين نقتصد شويه، بلاش فكره رمضان ان احنا الاستهلاك يبقى كتير على الحاجات دي، يعني ممكن نستخدم مثلا كم واحده، ممكن لو ما عندناش ما نستخدمش خالص، عشان برضو تبقى الموضوع ممكن سهل وبسيط. سوداني. طبعا ممكن سوداني. اي حاجه سوداني. اي مكسرات او اي فواكه يعني موجوده عندي اقدر ان انا احطها. هنحط بقى الزبيب. الزبيب هنا حلو جدا جدا، مضاد للاكسده، حلو جدا. كمان الناس اللي بتعاني من تساقط للشعر خطير يعني بجد. ولا انا هروح اكل زبيب وانا كمان بالف انا مش نحط بقى القراصيه الجميله دي. أيوة. طبعا دي من الحاجات الحلوه قوي اللي انا ممكن اخد واحده. اتفضلي. سبقتك بقى وخدت واحده قبل الفقره دي. واحده كمان. حلوه القراصيه قوي بقى. وانا كمان طبعا انا مش عايزه املى قوي لان الدورق بتاعنا مش يعني هيبقى الموضوع يبقى كبير شويه. حط بقى المشمشيه، جميله بقى المشمشيه دي يعني بجد تحفه. ممكن طبعا بنعملها لو هي طبعا متوفر المشمش عندنا بنقدر ان احنا نجففه ونحط بقى عصير كده الليمونه. هو اصل الخشاف بايه بيتحط له ايه بدل الكركديه؟ قمر الدين وممكن ميه وممكن عصير برتقال برضه. أوكي. يعني احنا عندنا كذا بديل، يعني نعمله بميه يا عصير برتقال يا قمر الدين. بس احنا قمر الدين بيبقى سكرياته عاليه قوي. صحيح. فاحنا لو حطيناه فيه هيبقى يعني كميه سعرات حراريه عاليه. وبعدين انا دلوقتي لازم اعمل حاجه مثلا عندي، اكيد في اي بيت مصري في طبعا كبار السن في الاطفال، فمش عايزه اديهم حاجات سكريات عاليه جدا لان انا الفاكهه بتاعتي عاليه جدا سكرياتها. طبعا. كمان الولاد دلوقتي في فترة الدراسة، فاحنا عايزين برضو ان هم يبدأوا ان هم ياكلوا ويبتدوا ان هم يذاكروا، مش عايزينهم السكريات بتخليهم تعمل لهم عملية خمول للجسم. فطبعا فمش هينفع. فاحنا عايزين نستفاد بالقيمة الغذائية بتاعت الفاكهة بتاعتنا وفي نفس الوقت نستفاد بيها لينا ولولادنا. كبار السن طبعا المشروب ده خطير ليهم جدا لصحة العظام والمفاصل، قيمة غذائية عالية، فانا عايزة استفيد بكل حاجة. السكر بيضيع الفيتامين اللي والمعادن اللي في قلب الفواكه، فبيبتدي ان هو بدخل الجسم سموم، فانا عايزه ابعد عن الطريق ده خالص. يا عسل ابيض، ما عنديش عسل ابيض او مثلا مش متوفر، ابتدي ان انا اعمله بطعم الفاكهه دي لان هي اوريدي مسكره فعلا بتنزل السكريات اللي فيها فبتبقى حلوه جدا. وكل طبعا ما فتره النقع بتطول كل ما بيبتدي ان هو كل السكريات بتنزل بتبقى. والبلح هنحط بلح. والبلح طبعا اكيد اهم حاجه البلح. بس اقول سريعا كده عن فوائد القراصيه. القراصيه يا جماعه مفيده جدا للجهاز الهضمي، هتساعدنا طبعا جدا جدا في فتره الصيام، فبننصحكم انكم تواظبوا على تناول القراصيه لانها فيها نسبه عاليه جدا 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 من الالياف. الناس كمان اللي بتعاني من الامساك برضو ده أراسيا. بيبقى القراصيه بتبقى لا هو طبعا حاسه الخشاف ده مفيد. وبعدين برضه مفيد وفي كركديه فضي كده شويه بس عشان ايوه كمان عايزه اقول على حاجه كمان ان البلح كمان حلو جدا، كميه الياف ومعادن قويه جدا. أكيد. حديد، فسفور، بوتاسيوم، مغنيسيوم، يعني المشروب ده بجد جبار يعني وشكله حلو. عايزه اقول لك جوز الهند كله طلع فوق والفواكه البلح بتهيألي هو اللي طالع فوق شكله حلو جدا. هنحط ذره بسيطه كده من الفانيليا، وكمان بقى لو عندي يا سلام ميه زهر حلوه جدا بتدي طبع. طعم ونكهه كده حلوه قوي، يعني بيبقى طعمها حلو عامل زي الجلاب.
ايوه بالظبط. آه برافو عليكي. وممكن كمان ميه ورد لو ما عنديش ميه زهره احط ميه ورد بيبقى حلو جدا جدا. وممكن لو ما عندناش الاثنين نكتفي بالفانيليا وبس. اه طبعا. احنا بنقول برضو البدايل على بنحاول نسهل على كل اللي بيتابعونا ان احنا ان ايه الدنيا تبقى سهله وبسيطه وان هم ما يتكلفوش كتير. صح. دي كوبايات دي كده فوانيس. دي ظريفه قوي حلوه جدا. كوبايات كده لطيفه نقدر نجيبها نحط بقى فيها مثلا لضيوفنا لينا عامه، يعني لو احنا مثلا عازمين حد ممكن نحط، او مثلا لينا كده في البيت لو عندنا اطفال هتبقى شكلها كده لطيف جدا وبتبقى حلوه قوي. طبعا احنا بنسيب المشروب ده بننقعه يعني لو ليله كامله حلوه قوي. ايوه يعني نقوم نعمله دلوقتي على طول. اقل حاجه ساعتين ان شاء الله الفطار كده ايه نستمتع جاهز. ايوه ما يبقاش كمان ورانا حاجات كتير، احنا بنتعب قوي في المطبخ. على فكره الخشاب ده انا ممكن افطر بيه، هو ده افطاري. حلو قوي. حلو جدا خلاص. جدا هيعمل عمليه كالوريز كتير. لا ده كله كالوريز. ايوه ما انت مش هتاكلي، لا ما انت هتاكلي يا بعد الفطار شوربه بقى ولحمه وفراخ ورز ومكرونه ومش عارف ايه وخشاف. ناكل خشاف بس. عايز اقول لك هو مفيد قوي كمان، عارفه ايه؟ للانيميا، الناس اللي بتعاني من الانيميا. عشان البلح كله خشاف كتير. البلح طبعا كله حديد، قيمه غذائيه عاليه. والتين والقرق كل الحاجات اللي فيه مفيده. طيب انا دلوقتي عايزه برضه اقول على حاجه، حبايبي كبار السن طبعا ربنا يا رب يديهم الصحه كل سنه وهم طيبين. طبعا بتبقى مشكله عندهم الاسنان شويه يعني صعبه، فممكن بقى بعد ما نبتدي ان هو يتنقع معانا نحطه في بالهاند بلندر او في الخلاط ونديله ضربه كده في الخلاط، هيبتدي ان هو يتضرب معانا سموذي. يبقى حلو جدا وهيحتفظ بالقيمه الغذائيه العاليه بتاعته. فكره هايله هايله هايله. يعني لازم نراعي برضو ان في مثلا يعني كبار السن بيبقى صعب موضوع الخشاب ده بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت بيبقوا بيحبوه قوي فبيبقى طعمه حلو، فاحنا نعمل لهم كده يعني نضربه في الخلاط. برافو عليكي. طب انا عايز اعرف ما انت جبتي منين فكره الكركديه؟ عشان انت غيرتي فكره الخشاب بالنسبه لي خالص. الفكرة دي حصلت عندي. انا جربته يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها كنت بعمله للولاد وكده في البيت، فدقوه بقى حلو قوي بالنسبه لهم. يعني كان عندي الخشاف مشكلته ان هو ممكن ياكلوه يوم وتاني يوم ما يزهقي. يزهقوا منه، فحطيت بصراحه عليه كركديه. جددت بقى. عجبهم، يعني كنت بعمل زي اعاده تدوير فعجبهم بقى قوي، فقلت لا خلاص، طب انا ليه ما اغيرش فيه؟ طب ما انا اغير فيه واعمل مثلا كده الكركديه هيدينا طعم حلو ومختلف. ايوه. بنحط بقى طبعا، انتوا ممكن تحطوا في كوبايات في اي حاجه عندكم طبعا. لا بس عجباني قوي طريقه التقديم الحقيقه، طريقه جديده وبسيطه في نفس الوقت. وطبعا طبعا العين بتاكل قبل البق طبعا، ده اكيد. لو انا حتى رايحه عند مثلا معزومه بره ممكن اخد الفوانيس دي، بيبقى شكلها لطيف وفي نفس الوقت مش مكلفه، وبدل بقى ما اخد فكره الاطباق الشرقيه البسبوسه والكنافه والحاجات دي ممكن اخد بره شويه خشاف. هيبقى حلو هو وهيسهل على ست البيت. طبعا عارفه اي حاجه بتبقى معموله في البيت بتبقى ليها طعم جديد، طعم مختلف تماما عن الحاجات اللي بنشتريها بره، وكمان بتبقى اوفر. وهنريح ست البيت كمان يعني، ده ست اكيد البيت بقى هنوفر عليها يعني. بس طبعا قبلها بيوم نقول لها احنا جايبين معانا خشاف عشان تبقى عشان ما تبقاش هي كمان عامله ما تعملش حساب. بالظبط كده. عموما تسلم ايديكي. ميرسي. وحابه بس افكر الساده المشاهدين استنوني من بكره في مطبخ الهوانم ان شاء الله. عاملين لكم حقيقه حاجات جديده جدا، مطبخ هيبقى مختلف، مطبخ مبتكر، وفي الوقت نفسه مطبخ اقتصادي. فاللمه كده هتبقى حلوه ان شاء الله بمطبخنا. وبايه تاني؟ تطبخي وتبعتي لي. ده اتفاق. دلوقتي انا مش دايما ببقى معاكي في المطبخ، احنا اصحاب وانا ببقى معاكي في المطبخ. مين هيدوق؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا مي. واحلى لما على دي ام سي بجد، لمه العيله كلها بتبقى احلى على فعلا دي ام سي. ده حقيقي. وكل سنه وكل المشاهدين طيبين، ويا رب كده شهر رمضان ده يبقى وش الخير علينا وعلى العالم كله، مصر والدول العربيه وجميع دول العالم. يا رب كده نقعد ندعي كتير ان الدنيا تبقى احسن وكل الاحوال تتصلح. يا رب يا رب يا رب. وشهر شهر جميل، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم.